مشاهدينا مساء الخير عليكم، مرحبا بكم في عدد جديد من برنامجكم الواقع هو هذا، لقائنا الأسبوعي اللي من خلاله كندرتشوف مواضيع اللي كتهم الأسرة المرأة والمجتمع. واليوم بما لا شك فيه غادي نطرقوا الموضوع من المواضيع اللي كتهمنا جميع واللي غنتناقشوا فيه. إلا تبعتوا مؤخرا بطبيعة الحال كانت انطلقت واحد الحملة ضد العنف الموجه للنساء، وكان واحد الحوار كبير حول مجموعة من المبادئ ومجموعة من الحقوق اللي كتنتفض من أجلها المرأة، وشعار الحملة كان كلنا معك، معنى أنه كاين إمكانية التواصل مع المرأة المعنفة وتقديم يد المساعدة. ولكن السؤال اللي كيطرح نفسه، شنو هما أشكال العنف اللي كاين اليوم في المجتمع المغربي؟ واش فعلا المرأة اللي ممكن نقولوا عندها استقلالية ومتحررة نوعا ما ما كتعانيش من العنف؟ واش فعلا السيدة المستهدفة بالعنف هي فقط امرأة اللي ربما عندها إشكالات مادية وعندها صعوبات اقتصادية واجتماعية ونفسية أم معرضات للعنف؟ هذا هو السؤال العريض اليوم اللي غنتكلم فيه مع ضيفاتي الكريمات. ولهذا الغرض حاضرة معنا ومشرفانة الأستاذة مريم جمال إدريسي، محامية وفاعلة حقوقية. مساء النور لالا مريم. مساء الخير لالا سكينة، ومساء الخير للضيفة الكريمة، وشكرا على الاستضافة. مرحبا بك، واكيد راكي ماشي ضيفة، راكي مولات الدار. مرحبا بك على تواصلك الدائم معنا بطبيعة الحال أستاذة مريم. ايضا كنرحب بلالة سعاد الطوسي وهي عضو جمعية تحدي للمساواة والمواطنة. مرحبا بلالة سعاد، وصافي لونطون توحشناك. اهلا، يحفظك بارك الله فيك، والترحيب لكم والشكر لكم على النقاش في هذا الموضوع، وسعيدة باللقاء بالأستاذة، ونتمنى أننا نكون قد واجب اللقاء مع المستمعين ومع الناس اللي غيتبعوا الموضوع. مرحبا بك لالا سعاد. لالا سعاد، بداية غادي ملي كنتكلموا على مبدأ العنف، للأسف مجتمعنا المغربي تنشوفوا صور عديدة من العنف. ربما المرأة ملي كتفيق الصباح وهي خارجة من البيت ديالها كتعرض نوع من أنواع العنف، يمكن في الشارع، يمكن في تعاملها مع المحيط ديالها، يمكن الناس اللي كيشوفوا المرأة بواحد صورة معينة. ولكن خلال هاد الظروف اللي عشناها ديال كورونا ارتفعت نسبة التصريح بالعنف، ربما عدد كبير من السيدات اللي تقدموا يعني بشكايات أو بطلب المساعدة إثر تعرضهم لاعتداء بنوع ما، وخاصة الاعتداء الزوجي ربما تصدر الأرقام للأسف خلال هذه المرحلة هذه. فشنو هي قراءتكم وشنو هو الهدف بالنسبة لكم للحملة، خاصة وأنها حملة يمكن نعتبروها مش فقط وطنية وإنما هو شعار عالمي للترفع؟ بداية، وهذا تذكير أن كل سنة لما يزيد على الآن وصلنا ل 18 عام بإطلاق المبادرة من الأمم المتحدة لتخليد 16 يوم من مناهضة العنف، واللي كتبدأ في 25 نوفمبر كيوم عالمي لمناهضة العنف، وكينتهي باليوم العالمي لحقوق الإنسان. بالصح الحملة ماشي فقط ذات طابع وطني، بل هي حملة اللي كيتوحد فيها العالم بكل أطيافه، وكيتوحد فيها الحركة النسائية مع كافة المؤسسات الرسمية اللي كتناهض العنف. العنف كمؤشر ماشي احنا اللي غنجيو نقولوا بانه ارتفع، لانه كان خطاب صريح ديال الامين العام للامم المتحده مع بدايه الكونفينمون، وعنده تفسيراته، عنده ماشي مبرراته، ولكن عنده دوافع اللي خلاته انه يرتفع خلال الحجر الصحي، واللي تتعدد الاشكال ديالو وتتعدد الابعاد ديالو بشكل فظيع، واللي جا في الأسئلة ديالك في التوطئة ديال شكون هما النساء اللي كيتعرضوا لهذا العنف. للأسف الشديد العنف كظاهرة تمس كل النساء باختلاف الأعمار، باختلاف المستويات الدراسية، باختلاف المستويات الاجتماعية، باختلاف المستويات الاقتصادية، بمعنى أن كل امرأة
وداكشي علاش الحملة خدات بعين الاعتبار تقول مناهضة العنف ضد النساء والفتيات، بمعنى أن ما كاينش شي مؤشر من خصائص سوسيو اقتصادية اللي ممكن يمنع من التعرض للعنف. اللي كيختلف هو ارتباطا بالأشكال ديالو في علاقته بالنساء. يمكن المرأة المستقلة ماديا وهذا ما كتعرضش للعنف الاقتصادي بشكل ملفت، ولكن العنف الجسدي، العنف النفسي، العنف الجنسي، العنف الرقمي يطال للأسف الشديد كل النساء. نعم، انا غادي نرجع عندك مجموعه من النقاط استاذه سعاد، كونكم يعني كتواصلوا مع الناس ومع الحالات بشكل مباشر، ولكن سمحتي لي قبل منها غادي نتجه عند استاذه مريم، واللي ربما يعني في بدايه الكونفينمون كان سبق وتكلمنا حول الموضوع وشفنا الموضوع من زوايا متعدده بحضورك بطبيعه الحال استاذه مريم وباقي الضيفات من خارج المغرب، اللي تناقشنا على الظاهره كظاهره والارتفاع ديالها اللي ماشي فقط كان غير في المغرب وانما في جل الدول العربيه وحتى الاوروبيه كان واحد التنامي ديال الظاهره. ولكن اليوم ربما كنعاودوا نرجعوا لاسقاط الصوره المغربيه، المراه اليوم يعني كتعاني كيفما كانت القوه ديالها وكيفما كان المستوى ديالها وكيفما كان يعني الامكانيات المتاحه امامها والظروف المناسبه لها، والا هي عرضه لشكل من اشكال العنف ان لم يكن لفظي قد يكون جسدي قد يكون جنسي قد يكون اقتصادي قد يكون تمييزي. العنف حاضر للاسف في الثقافه. كونكم حقوقيه وايضا محاميه، شنو هي قراءتكم للوضع اليوم في المغرب؟ مساء الخير للا سعاد وللا سكينه والجميع المشاهدات والمشاهدين. اولا عندي واحد الملاحظه، انه دائما نتناول العنف او ظاهره العنف ضد النساء وكانها تلك العلاقه ما بين الرجل والمراه، مع العلم ان الذي يعرض النساء للعنف اللي هو محسوس ويومي هو المجتمع بكل اطيافه. كتلقى العنف داخل الادارات، العنف من طرف النساء تجاه النساء، يعني النساء الحاملات لعقلية ذكورية كيعنفوا النساء بذاك المنطق الذكوري. ونقدر نعطيك أمثلة اللي أنا مثلا قريبا بعض الحالات اللي كنت عايشوا معها داخل المحاكم، كنلقاو بعض النساء اللي كيتعرضوا للعنف من طرف الأمهات أو الأخوات ديالهم وكيجبروهم على واحد الزواج اللي كيقدر يكون زواج قصري، أو اللي كيعرضوهم واحد النوع من العنف اللي كيحرمهم من إتمام الدراسة أو من العيش بواحد الأريحية وواحد الحرية اللي هي مقبولة. دونك كتلقى نساء كثار اللي تيهربوا من البيوت ديالهم، يعني انا كنهضر على الفتيات، او لا كيتعرضوا للتزويج القصري او التزويج القصيرات فقط لانهن تعرضن للعنف. وبعض الاحيان وهذا هو المؤسف انهن يتعرضن للعنف بمنطق ذكوري من طرف نساء. وهذا هذه المساله انا كنقول بانه حان الوقت انها تناقش بهذه الطريقه، يعني اختزال ظاهره العنف فقط بين رجل وامراه، سواء كان هذا الرجل زوج او اخ او اب أو رجل من الأغيار أو رب عمل أو مستغل نفوذ أو مستغل لسلطة إلى غير ذلك من الحالات على حسب أنواع العنف التي نتحدث عنها. فلا بد من الحديث كذلك عن العنف الممارس تجاه النساء من طرف نساء أخريات حاملات لعقلية ذكورية، فيها نوع من التسلط، فيها نوع من الظلم، فيها نوع من الاستنقاص إن صح التعبير من قيمة وكيان تلك المرأة أو تلك الفتاة. هذه نقطة. إلا جينا نتحدثوا على أنواع العنف، وطبيعة الحال أن القانون 103/13 تحدث على أنواع العنف، العنف الاقتصادي، العنف الجنسي، العنف الجسدي، أربعة ديال الأنواع ديال العنف اللي تحدث عليهم القانون. ولكن منين نجيو نتحدثوا على العنف الاقتصادي، ومشكورة الأستاذة رشا على المسألة، أنه بالفعل هناك نساء ما كيتعرضوش للعنف الاقتصادي لأنها عندها واحد الاستقلالية أو عندها واحد العمل تمكنت من أنها تحصل على واحد الاستقلالية مالية، وبالتالي كيبعد عليها العنف الاقتصادي. هذا لا يعني بأنها لا تتعرض لأنواع أخرى من العنف، وأنواع خطيرة داخل المقاولة في الشارع، حتى في السياقة ديال السيارة ديالها كتعرض للعنف فقط لأنها امرأة. بعض الأحيان يقدر تعرض للعنف في الشارع اللي فيه حمولة تمييزية، يعني تمييز، يعني انت كنتي امرأة كتسوق يعني وقعت لها حادثة تسير، كتعرض لواحد العنف من طرف المحيط، من طرف المجتمع. انتم ديما لي فام ما كديروش، دونك كاين هذه المؤاخذات. وداخل المقاولة يعني كتكون عندها واحد القيمة، كيكون عندها واحد تكوين، تيكون عندها واحد الدبلومات، كتكون عندها واحد المسار اللي هي بذلت فيه مجهود، ربما مجهود مضاعف مقارنة مع المسار الذي يخوضه ذكر. لأنه نقدر نقول لك بأن
النساء ملي كتختار انها تكمل الدراسه ديالها وانها تكون عندها واحد طموح عالي كتادي عليه الثمن، كتادي عليه الثمن لانها كتكون مجبره على القيام مجموعه من الواجبات داخل البيت، كتقوم مجموعه من الواجبات اللي كيفرض عليها المجتمع كأنثى، وفوق ذلك انها كتخوض هذا النضال من اجل تحقيق الذات، في الاخر كتختزل وما كتعطاهاش القيمه لا للدبلومات ديالها ولا للتكوين ديالها ولا للمسار ديالها، وكتختزل في انثى. وحتى ملي كتمشي يعني تبحث على عمل اخر او لا كتكون في المقاوله ديما كاين داك النوع من احساس بانها قرات ولا ما قراتش، وصلات ولا ما وصلاتش، هذاك العنف كتعرض ليه ديال انك يكفي انك انثى، يمكن تكوني محل مطامع ديال واحد عنده سلطه او نفوذ، تكوني محل تحرش جنسي ما كاين باس، الا كنتي انيقه كتخلصي الضريبه، الا كنتي متحجبه ربما تحرمي من مناصب معينه في بعض المقاولات اللي كتدير شروط شكليه معينه الى غير ذلك. وكذلك ملي كنتحدثوا على العنف الاقتصادي عندنا واحد الشق اخر، العنف الاقتصادي اللي كيتعرضوا ليه النساء، يعني هذه ما كتعرضش عنف اقتصادي ولكن النساء اللي كتعرض للعنف الاقتصادي. دائما خاصنا نفتحوا بالموازاة شنو هي البرامج الحكوميه وشنو هي المجهودات اللي تبدلت من اجل توفير هذه المساله اللي هي مهمه ديال التمكين الاقتصادي للنساء. حنا كنرجعوا دائما انا كقانونيه غنرجع للقانون وغنتحدث على مقتضيات مثلا الماده 49 اللي ما وفرتش التمكين الاقتصادي للنساء بعد أن تنتهي العلاقة الزوجية تجد نفسها أمام وسائل إثبات مقيدة، كتلقى نفسها بأنه لما حرتش واحد الوثيقة اللي هي مستقلة عن عقد الزواج كتحرم من 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 مجهود اللي بدلاته، ما كيتبخص لها العمل المنزلي، كيتبخص لها الدور الإنجابي، كيتبخص لها كل ما قامت به داخل تلك الأسرة من أجل تنمية أموال تلك الأسرة. وبالتالي هذه هي النقطة الحساسة التي يمكن أن يستغلها بعض الأزواج تجاه النساء، تجي كيقولها الدار داري، الحمد لله وشكريه، إلا عطاها غير شي فليسات باش تمشي للحمام راه بحال ما عاد شنو دار، وبالتالي كتحس دائما بأنها أقل منه. وهذا الإحساس في حد ذاته يهيئها لأن تكون ضحية، يعني كيدخلها في الفيكتيميزم وتوجدها أنها تكون ضحية للعنف، وبالتالي يمكن يترتب على ذاك العنف الاقتصادي باقي الأنواع الأخرى من العنف، لأن هي تهيئت نفسيا أنها تكون ضحية لأنها كتحس بـ 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 بالنقص، كتحس بعدم القيمة ديال ما تقوم به، وأن ذاك العمل المنزلي هو كأنه شغل اللي لاصق فيها كأنثى، مع العلم أنه هذا أمر غير صحيح. العملية الإنجابية بطريقة طبيعية ولكن بالمقابل، والعملية الإنجابية ولو أنها هي اللي كتحمل وكتولد، ولكن راه هذا الأمر لا يمنع من أن الأزواج عندهم أدوار أخرى. إحنا كنشوفوا إحنا في المجتمعات المغربي أو المجتمعات العربية بصفة عامة، عندنا دائما ذاك الزوج كيلعب واحد الدور ديال القائد، الدور ديال رب الأسرة، الديكتاتور، وبالتالي أي عمل تقوم به المرأة داخل الأسرة ما كتعطاهش القيمة الحقيقية ديالو. وهذا هو انا بالنسبه لي هذا هو المنبع اللي غادي نقدروا نديروا به داك الدور او داك البعد الاستباقي، داك الدور الوقائي من العنف ضد النساء على الاقل داخل الاسر. انا غادي نرجع لمجموعه من النقاط معك استاذه مريم لانها مهمه جدا، ولكن سمحتي لي انا غنتج عند استاذه سعاد. ربما يعني اشكال وانواع العنف هي متعدده وسبق وتكلمنا عليها لسنوات، ربما كاين اليوم مكتسبات ولكن مكتسبات غير كافيه. واحد جوج الانواع ديال العنف ربما اللي ما كيتمش تسليط الضوء عليها بشكل كبير هو العنف من أنت لأنت، يعني مي كتكون المرأة كتعرض للعنف من طرف زميلة أو لا كتشتغل معها في يعني في مجال معين، أو لا كينتمي لنفس الأسرة، أو يعني كاين علاقة أو كاين رابط ما بين جوج ديال النساء، وكتلقى وحدة كتمارس العنف على الأخرى بالمعنى أو بالمبدأ الذكوري، أنت غير مرأة، أنت بغيتي تطيري، أنت خاصني نقولون نحن نقرروا، أنت خاصك تنتهي الأوامر، ربما أنت أقل سنا ولا ربما أقل خبرة ولا ربما لسبب من الأسباب كنحاولوا نبخسوا داك الحضور ديال ديك المرأة. هذا من جانب. من جانب آخر ظهر واحد النوع ديال العنف آخر اللي هو غريب جدا، اللي هو العنف الرقمي. الناس بحات ربما كتعرض لمشاهد خطيرة جدا من العنف، ما كنبقاوش فقط في غزل أو كلمات ملاطفة أو إمكانية ديال التواصل ما بين أنثى وذكر أو ما بين جوج الناس، وإنما كنشوفوا أشكال عنف خطيرة اللي كتوصل تهديدات، اللي كتوصل الابتزاز، اللي كتوصل مجموعة من الأمور اللي أصبحت خطيرة واللي مازال ما كيناش واحد الإحاطة بها.
لاله سكينه غير باش نضبطوا المفاهيم. لاله سعاد انا كتخوفني، كيبان لي بلي القضيه راه حامضه زعما، هادشي عندنا ما كيفرحش. واحد الابتسامه ديال اش غنقول لك. باقي لك كتعرفيني شويه نعز عليا نضبط المفاهيم. يعطيك الصحه. غير نفرقوا ما بين العنف، لان ملي كنتكلموا على العنف كنقولوا العنف المبني على النوع، وعلى السلوك العدواني. السلوك العدواني ما بين مرا ومرا، ما بين مرا وطفلة، ما بين راجل وراجل، ما بين الكائنات الحية، ما بين حيوان وحيوان، ما بين بشر وحيوان. السلوك عدواني طبيعي، يمكن الترابي، يمكن الأخلاق، يمكن القيم الإنسانية كدير له ليلي. ولكن ملي كنتكلموا على العنف المبني على النوع، هنا كنسطروا بزاف السطور حمرين. هو اللي مرتبط بعقلية ذكورية، مرتبط من نظرة ديال واحد له سلطة وواحد ضعيف على حسب كاع المكونات ديال شخصيته. يمكن المرأة تستمد سلطتها الذكورية من الرجل. هنا كنلقاو مثلا العدوزات اللي طردوا الزوجات ديال ولادهم من بيت الزوجيه، منين مستمد قوتها؟ مستمدها لان بالنسبه لها هي مات الراجل، وغتقدر تسيطر على مرت الولد الى غير ذلك. بمعنى ان الاشكال اللي حصرتها حتى الاتفاقيه الدوليه، واللي الأستاذة شارت القانون 113، ولكن نعيب عليه أنه ما لمش بالأشكال الست. ونطلق من تعريف بسيط، كل شخص، كل إنسان عنده دي زيليمو أو عناصر مكونة للشخصية. كاين الشخصية الجسدية، الشخصية النفسية، الشخصية العاطفية، الشخصية الفكرية، والشخصية الجنسية. للأسف الأشكال ديال العنف لامست هاد الحويجات، وبالتالي كنلقاو العنف الجسدي، العنف النفسي، العنف الجنسي، العنف الاقتصادي، والعنف القانوني، والعنف الرقمي. العنف الجسدي هو الأداة اللي كيمس السلامة الجسدية، معناها كيزرق لها العينين وهنا ما كنتكلمش أنا على الزوج، كنتكلم على الرجل باعتبار كاينة قوة جسدية. وهذه كاينة في التربية للأسف في ديورنا بشكل عادي، وهذا البوطة غيجيبها الراجل لأنه صحيح، والمرأة اللي راه ضعيفة علما أنك تهس الداري أكثر من قوليتو أكثر من سعاد. راه دابا حيت كنهزو البوطة كيخافوا منا. معليش معليش البوطة ما يسبغيش في المجتمع كله كيخوف منك. فعقليتنا كنقول لا، البوطة وخلي رجلها ولا خوها ولا ولدها ولا باها ومرأة وتهز البوطة حشومة كاع. ولكن جي دخل الدار وشوف شنو كدير آخر اللي أكثر وزنا من البوطة. مي هذا كيفاش كندوزو هذيك الصور النمطية للأجيال اللي جاية من بعد. العنف النفسي اللي هو ترانسفيرسال، لأن ما يمكنش نفصل الجسدي على النفسي، ما يمكنش نفصل الجنسي على النفسي. ملي كتحس بالقهر كتحس بالاذى، فالعنف النفسي دائما كنلقاه هو المرتفع لانه غادي معاهم كاملين. العنف الجنسي ما غنختلفوش عليه، هو اللي عنده الطبع الجنسي، اما الاغتصاب، اما التحرش الجنسي، اما التمييز المبني على الجنس. وقالتها الاستاذه قبيله ديال وهذيك غمره، يعني من منطلق جنسها انها ضعيفه الى غير ذلك. ثم كاين العنف القانوني واللي الدولة خصها تنتبه ليه. راه ملي كيكون عندي تمييز في القانون مثلا، ومعنا المحامية راه غتتأكد أو تنفي، ملي كتعطي الولاية للراجل على المرأة، في حين ملي كتجي تشوف شكون اللي مقابل دوك الدراري، وهذا يمكن هو غايب، يمكن مسجون، يمكن مريض، يمكن مهاجر، لا كتبقى الولاية تابعة لي لأنه هو الرجل. مني كتلقى تزويج القصيرات من طرف الأولياء الأمور، يعني كاين في العنف القانوني كاين إما التمييز على مستوى النصوص أو غياب النصوص. وخير دليل على ذلك أنه مورس العنف القانوني بشكل ملفت للانتباه هو البريود ديال الحجر الصحي. فرخصة التنقل ما ممكن تعطى إلا الرجل،
الدعم المادي إذا كان الرجل ولا غياخد الدعم المادي، ولو تكون المعيلة ديال هذيك الأسرة امرأة هو راه ما كيدير حتى حاجة، ولكن بحكم أنه ذكر البيت هو اللي غيستافد من الدعم، هو اللي يستافدوا من الملفات كثيرة ديال النفقة. واحد ما كانش ينفق في الأيام العادية عاد ينفق في أيام الحج، ولكن هو اللي استافد لا من الدعم ديال، خصوصا الدعم ديال كوفيد. ثم كاين العنف الرقمي واللي هو طامة كبرى واللي كنعتبره مستجد، اللي واحد ما عنده ما يدار دغيغ. وانا ما كان انا كنقول كاينه دراسه اللي دارتها جمعيه تحدي للمساواه والمواطنه حول العنف الرقمي، ولكن ما لمساتش الواقع. كل امراه تتعامل مع الرقمنه، عندها فيسبوك، عندها ميسنجر، عندها واتساب، عندها انستغرام، عندها سناب شات، بمجرد انها مستعمله، وهذا حق ما ممكن ينزعه حتى حد، شانه شان الحق في الشريع العام، شأن باقي الحقوق. أي واحد كيقدر ديغيغ ليكخون ديالو مخبي يمارس ساديته، يمارس ذكوريته، ويمارس كذلك كراهيته للنساء لا لشيء، لأن هذه المرأة ما عندهاش الحق في الفضاء، في الفضاء الرقمي، كما ما عندهاش الحق في الفضاء العام. ويمكن كلنا كنعيشوا في مجتمع راه بعض المرات وحده كتاكل العصا لانها لابسه اون جوب، كيف ما وحده لابسه جلابه ممكن تشير عليها بحجره ولا سؤال اللي من المفروض اننا يعني هي لا سعاد، المبدا الشيئي دائما حاضر للمراه سواء في العالم الافتراضي او في الواقع، حنا كنشوفوها شيء لا 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 شيء مختصر، ماشي تف جسد، مختصر في جزء من جسد لا للأسف. وهذا الشيء علاش العنف مثلا إلا خدينا العنف الجنسي من قبيل التحرش الجنسي، راه ما كيفرقش مع هذيك ما بين هذيك اللي عريانة وهذيك اللي مغطية. ولو ان مثلا الا خرجنا ودرنا اميك خط خطوه غيقول لك ولا وكيلبسوا شي لبس الله يهديهم ومعريين، ولا راه حتى هذيك اللي لابسه جلابه فيها 10 متر ديال العرض تتعرض للتحرش الجنسي. معنى ان المساله كاينه مساله تربيه ومساله عقليه ذكوريه تستهدف التسلط على النساء والقمع ديالهم في فضاء ضيق باش يبقى الرجل دائما على حريته. انا كنختلف مثلا في أن ممكن نقولوا العنف كتمارسوا نساء تجاه نساء، أنا كنقول كاينة عقلية ذكورية تحملها النساء. تفش كتنتقدك ولا هذا كتنتقدك من منطلق ودايره انت بحال الراجل، وما خليتو للرجل ما يقولوا، وشدي الخدامي للراجل، بمعنى دائما حاضر هذاك الدفاع على الرجل اللي هو ليس عدو، لأن لنا أصدقاء كثر من المدافعين على القضية النسائية، ولكن اللي خصو يتعاد فيه النظر في التربية، في القانون، في المجتمع. وأتفق مع الأستاذة مريم، المجتمع شكون هو؟ لأن ملي كان رميو المجتمع، المجتمع شكون هو؟ هو أنا وأنتي والآخر والآخر والآخر، بمعنى أننا خصنا نركزوا على رفع الوعي ديال الأفراد عبر التربية، عبر الإعلام السمعي البصري المقروء الرقمي الآن اللي كتير، هذا الشيء كله خصو يكتف الجهود باش نرجعوا لأننا إنسان، وكلمة إنسان ليست بمذكر وليست بمؤنث، هي تعني الاثنين. نعم وانا فقط للاشاره لواحد النقطه الا سمحتي لي يا استاذه سعاد، هذه المساله لانه انا شخصيا اعاتب عليها بانني اهاجم الرجال. انا كنقول بانه الرجل الى جانب المراه كنكملوا بعضياتنا، الرجل وليس الذكر، لانه كاين فرق. الرجل يحتاج المراه في شخصها وفي اختياراتها وفي مناصفتها للمجتمع، وربما الحمله راه تضمنات ايضا رساله المناصفه اللي شفنا عبر مجموعه من الوصلات الاشهاريه لغير ذلك، احياء مبدا المناصفه ما بين الرجل والمراه. اذا هذا الجانب هذا ما كنناقشوش بطبيعه الحال، ولكن
نحارب، نعم أعلنها، نحارب الفكر الذكوري سواء كان تحمله امرأة أو يحمله رجل، لأن المجتمع من حقنا بزوج، فكيخصنا نعيش فيه بزوج بنفس الشروط ديال الراحة وبنفس الشروط اللي كتكفل الاحترام والكرامة لكل الأطراف. من هذه النقطة دي غادي نتجع عندك أستاذة مريم، ربما من هذه النقطة غادي نتجع عند أستاذة مريم، يعني في مجتمعنا للأسف كيكون الخوف من المرأة الحقوقية، ربما هي أول مرأة يمارس، لأنه هي الأولى كتاكل الضغط كنقولوا داسرة ما عادش كيصحاب راسها، كره ما دايره والو في حياتها، وحيت ما لقاتش اللي يرد لها البال، وحيت ما لقاتش اللي يتبسل عليها، وحيت ما لقاتش اللي يقبلها، لا راه كاع الحقوقيات راه ما مزوجاش، كاع الحقوقيات راه ما عندهمش اسر، كاع الحقوقيات داسرات راه خصهم يترباو رجال ما عندهم ما يدار، كيبصروا لنا الخايبات كيبصروا العيالات بغاو يخرجوا على المجتمع. للاسف هذه الصوره هذه كتعطى، رغم انه كأنك بدأت تحس بأن كلمة الحق تزعج الناس، لأن واحد المرأة كتجي كتقول عيب وعار نشوف مرأة كتاكل العصا، وعيب وعار نشوف مرأة تنتهك في الحقوق ديالها، وعيب وعار نسكت على واحد الغلط اللي ما تيقبلو لا الدين ولا الشرع، فكينزل على هذه المرأة وابل من السب والشتم، وانت معقدة وانت كذا وانت كذا وانت كذا، شنو بان لك فاش؟ صحيح. لاله سكينه، هو الى جينا نتحدثوا على هذا الموضوع غادي نقول لك بان هذه احكام قيمه، واحكام القيمه معروف كيفاش كتكون، دونك صعيب نناقشوها لان احكام قيمه تختلف بحسب الاشخاص وبحسب عقليتهم ومصارهم وثقافتهم وتربيتهم ونشاتهم والى غير ذلك من الامور. يعني راه دي فوا كتلقاي راجل مثقف وتهضر بهذه اللغه وتمشي عند راجل فلاح في واحد القريه يمكن ما كيوصلها حتى الموضوع وما يهضرش ما يقولش هذا الكلام. يعني هذه مسألة اللي صعيب أنها تحلل ونعرفوا زعما الفرق ما بين شخص وشخص. يعني كاين ناس اللي هما بسطاء وكيامنوا بحقوق النساء وكيامنوا بالمرأة التورية وكيامنوا بالمرأة الحقوقية، وتيقول لك لا بالعكس انا هاد السيدة هادي يمكن كان شتم في غير في دواور، تيقول لك هاد المرأة يمكن غتنقد لي وليداتي او البنيات ديالي ولا غادي تجيب لهم حقوق ديالهم. وكاين راجل اللي مثقف وفي كرسي ديال المسؤولية وربما في سلطة من السلطات الثلاث داخل الدولة، ورغم ذلك يتحدث بهذا المنطق. وللأسف الشديد هذا مؤشر على ماذا؟ مؤشر على أنه النساء لازلنا يتصارعنا مع سلطة خطيرة وهي السلطة الذكورية. غادي نرجعوا لنفس النقطه اللي انطلقنا منها، هو انه هذا العنف المبني على النوع ما كنقول انا شخصيا كنحس به لا سيما في استعمال السلطه الذكوريه او العقليه الذكوريه اللي كيتسلطوا بها بعض الرجال وبعض افراد المجتمع تجاه النساء. وغادي تبان هذه المساله بشكل كبير حينما تصبح المراه منافسه. يعني ملي كتولي المراه منافسه وغتلاحظي معي هنا غادي نمشي لك انا النخبه، غنمشي لك الناس اللي مفروض انهم يقودون قاطره التغيير داخل هذه المملكه، كتجي كتلقى الناس اللي مثقفين واعيين عندهم خطاب حداثي عندهم خطاب تقدمي، كيكون ذاك الخطاب هو الأساس من أجل الحصول على ثقة بعض المواطنات والمواطنين، كتمكنهم من الحصول على واحد السلطة أو واحد الكرسي داخل الحكومة أو داخل البرلمان أو إلى غير ذلك من المناصب العليا داخل المملكة. ولكن حينما تنافسه المرأة يعود إلى نقطة الصفر ويبحث عن شكلها وعن طريقة كلامها وعن طريقة نظراتها، وكيبدأ يبحث عن الأنثى داخل ذلك الجسد باش يبخس القيمة ديالها في نظره بأنه جسد ديالها هو معيق، وأن الجسد راه ما عنده علاقة بـ 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 بالفكر وبالتطور وبدبلوماتها وبقدراتها ونزيدك بأنه مثلا أنا كنشوف هذا الشيء زعما للأسف الشديد كنت عايشه معاه يوميا. في بعض الأحيان تيبدا يقلب على انتقادات إلى ما كانش عنده القدرة أنه يقول عليك كلام اللي كيمس العرض ديالك مثلا أو الشكل ديالك، يقدر يتكلم كلام آخر، ولكن هو سنعتبره عنف لأنه منافسة غير مشروعة. يقول لك إيوا المرأة عندها وليداتها ولا تكافت غير مع وليداتها وما يمكنش المرأة تقد على هذه المسؤولية،
يعني يبدا يبحث على منطق ديال بعض التيار، بعض المنتمين الى واحد التيار ناقصه عقل ودين، كل واحد كيفاش كيدير كيمارس العنف ديالو تجاه المراه القويه او المراه الحقوقيه او المراه الثوريه، المراه المتمرده على العادات والتقاليد، المراه التي تشكل خطر على مطامعه او على طموحه ان صح التعبير. دونك حنا في هذا الصراع بشكل يومي. وغادي نقول لك العقليه الذكوريه مؤثره، لانه رغم تطور القوانين على علاتها، يعني على علات ما نتوفر عليه، ولكن على الاقل راه كيبقى مكتسب حبذا لو تم تنزيله وتطبيقه ذلك التطبيق العادي الذي نحن به. ولكن فين كاين المشكل؟ كاين المشكل في راس المال البشري، في الناس او المسؤولين على انفاذ القانون. كتجي كتحضر العقليه الذكوريه وتعيب النص وتخرج من النص ما ليس فيه، وفي بعض الاحيان اتاسف تصيبني الصدمة حينما يكون محرر الحكم أو القرار امرأة. دونك تنرجع المكتسبات الحقوقية التي أتت بها المواثيق الدولية الناظمة لحقوق الإنسان بكل تفرعاتها والمنشورة بالجريدة الرسمية، وحنا نعلم أنها ذات أولوية في التطبيق، ولا الدستور المملكه اللي كيف ما كان الحال راه يعتبر من الدساتير المتقدمه بابور الدول العربيه اخرى، ولا النصوص القانونيه التي حاولت التلاؤم مع التزامات المملكه المغربيه، التزاماتها الدوليه. كنجيو كنلقاو تطبيق مفعم بعقليه ذكوريه، فيه واحد الحنين الى الماضويه، يحاولون الرجوع بتلك الاحكام يعني او التفسير المعيب للنصوص. انا ما كنعممش لانه كاين احكام رائده وكاين قضاة رائدون، ولكن للاسف الشديد باقي عندنا واحد القاضي كلاسيكي الذي يحاول التمسك بحرفيه النص ويبحث من خلال تلك الحرفيه على ما يناقض معناه، لانه لا بغينا نديروا تفسير صحيح للنصوص القانونيه لابد من استحضار السياق الذي أتى فيه النص، واستحضار الخلفية دياله، والمسار الذي خاضه الحراك النسائي، والاتفاقيات الدولية التي تمت المصادقة عليها، ودستور المملكة، والخطابات ديال صاحب جلالة نصره الله. ومن تنجيو وكنبداو نطبقوا النص بالمادة 400 من مدونة الأسرة، دونك أكيد نحن نبحث عما يخالف المسار التقدمي لهذا البلد، ونطعم إن صح التعبير العقلية الذكورية التي دائما تظل حاضرة للأسف الشديد. يعني اليوم كنقول بأنه العمل لا يجب أن يحتكر فقط، وصحيح ما قلتماه قبل قليل، لا يمكن أن نركز العمل فقط على أو المناصرة أو المرافعة فقط على تغيير القوانين، ولا بد من التفكير في آليات جدية. حان الأوان للتفكير في آليات جدية لتغيير العقليات، لأن العقليات أصبحت تشكل معيق أساسي أمام تطور التدابير وتطور الإجراءات والقوانين الرامية لحماية وصون وحماية النساء اللائي يتعرضن للعنف من طرف الذكور. نعم، أنا غادي نوصل أكثر من قطعة إلا سمحتي لي، غير قبل منها وفقط من أجل التوضيح، ناقصة عقل ودين مفاده أن المرأة تحيض وبالتالي ما يمكنش لها تمارس يعني شعائرها الدينية. أنا مفسرها لهم، لا أستحي أنني مفسرها، لا حياء في دين. وناقصة عقل لأن ربما العاطفة ديالنا كتغلبنا أحيانا، ولكن هذا الشيء لا ينقص المرأة من الفكر ديالها ومن المستوى التطلعي ديالها، وأحيانا قد تكون أكثر عطاء من الرجل. ودراسات تبتدت عقل النساء بشتغل، لا سمحتي نكمل، الدراسات تبتدت بأن عقل النساء كيشتغل ربما بنسبة أكبر من الرجال، حيث المرأة تقدر تدير 3 أو 4 حوايج في دقة واحدة، الرجل ما يقدرش يديرها. ماشي هذا الشيء باش ننقص من الرجل، ولكن هذا الشيء اللي قالت الدراسات وخلاص. انا غادي عندي فتاة هذه ملاحظه، وانا غادي نعطيك واحد باش نبين لك سكيزوفرينيا اللي كنعيشوا فيها داخل المجتمع. حينما يتعلق الامر بالمسؤوليه وبالمكاسب الماليه وبالرئاسه والزعامه والقياده، كنستحضروا المقوله ناقصه عقل ودين. وحينما يتعلق الامر بالجنس يصبح الرجل ضحيه المراه، وضحية الإغواء، وضحية الإغراء، ما كيبقاش عنده العقل، وما كيبقاش عنده الدين. هو غير راجل، الرجال كلهم عيب. إلا عنده الدين أقوى من المرأة، فلا بد وأن يستحي
ولا كان عنده العقل يجب أن يتحكم في عواطفه، لأن العقل أين يظهر؟ حينما نتحكم في مشاعرنا وفي عواطفنا وفي غرائزنا. ومن يقول هذا الرجل لا يتحكم في غرائزه تجاه جمال المرأة أو إغوائها أو إغرائها، ولا يتحكم في دينه وينحرف بالسهولة ويعذره المجتمع في هذا الانحراف، فأي عقل وأي دين؟ حنا كتستحضرنا العقل والدين غير ملي كتبغي تاخذ القيادة والزعامة، أما ملي كتبغي تخطأ كتولي أنت ناقص عقل ودين. أنا ديما كنقولها، وهذه هي اللي كتبين الناس كيزوفرين، يعني المرأة مجبرة على احترام الدين واحترام والتحكم في غرائزها وأن تصون نفسها وإلى غير ذلك، في المجتمع ديالنا والمرأة قادرة على القيام بهذه الأمور، والمرأة قادرة على أن تبقى أم حاضنة لأطفالها بعد الطلاق، وأن تبقى أم أرملة بدون زواج لحماية أطفالها وحماية أسرتها، ولا يستطيع الرجل القيام بذلك لأنه ناقص. ربما انا غنمشي للمبدا ديال القوامه، لانه يعني في شرح المفهوم القوامه هو انه من يعيل الاسره، من له القدره على ان يعيل الاسره فهو يمتلك حق القوامه. وبالتالي هذه المساله هذه كانت طرحت واحد ضجه كبيره، كون انه لا القوامه للرجال، ولكن القوامه للرجال بما انفقوا. كاينين حالات لنساء لمطلقات للرجل ما كيعرفش الاولاد، ما كيعرفهمش حتى واش واكلين واش شاربين، حتى المدارس فين تيقراو شنو هي شنو كيديروا في حياتهم الى غير ذلك، ومع ذلك القانون ينصفهم ولهم الولايه. الا بغات تصاوب لهم الوراق خاصها الراجل والدابز وتطلب وتزاوج، واحيانا يمكن يبجزها باش تصاوب الوراق لولادو. الا بغات غير ربما كانت مستقله ماديا بغات تخرج بوليداتها خاصها لوتوريزاسيون. الا بغات اي تصرف عنده وقع او اثر قانوني الا خاص يكون حاضر هذا الرجل، ربما قد يكون مغيب اجتماعيا وقد يكون مغيب في الحياه اليوميه ديال هاد الاطفال. هذا ما كاينش اقصى من هذه الصوره على مستوى العنف القانوني اذا صح التعبير ربما استاذه مريم، واللي المفروض انه جا الوقت فاش يكون فيه واحد المراجعه ويكون فيه واحد التدقيق. اكيد مساله الولايه الشرعيه تطرح الكثير من الاشكالات، لا سيما وان الواقع اثبت ان النساء لا يتطلقن ولا يطلقن، اش كيكونوا هما الوحيدات اللي كيتحملوا واحد المسؤوليه، واخا يكون هذاك الراجل كيساعدها ولا كيدير الواجبات ديالو مثلا في النفقه. حنا نمشيو في احسن المشهد الرائع هو ان ديك المراه كتقوم هي بالواجبات ديالها المنزليه في البيت، كتربي الاطفال ديالها، كتفيق الصباح الباكر، كتلبسهم، كتغديهم، كتوكلهم، كتشربهم، كيمرضوا كتبات فايقه حداهم، يعني كتقوم بواحد المجهود اضافي. هو فقط كيجي يقدر الا كان زعما اب مثالي كيجي مره في الاسبوع، يعني يوم الاحد او يوم السبت من 9 صباحا الى 5 زوال باش يشوفهم ويقدر يعطي النفقه ديالو، اللي غالب حنا كنشوفوا الاحكام انها نفقه لا تكفي لشيء. يعني الا جينا نشوفوا الاحتياجات الحقيقيه ديال الاطفال لا تكفي في شيء. ولكن ملي كنوصلوا مساله ديال كما قلتي ديال السفر أو ديال التنقيل من المدارس إلى غير ذلك من القرارات، كيخطر ترجع لهذا الزوج، وهذا الزوج أو الطليق صح التعبير، ومنين كترجع ليه كيولي هو كيمارس واحد النوع من العنف النفسي عليها، وكيستغل هذيك السلطة وكيبدا يقول لها علاش وكيفاش، وخصها تفاوض معاه وتقدر تسمح له فواحد شوية النفقة، وتقدر ما تدعيش إلا كانت كتسالو، وتقدر تعطيه مقابل. أنا شفت نساء عطاو مقابل باش ياخذوا لوتوريزاسيون، يعني كاين المرأة اللي كتكون ميسورة كيبدا يطلب منها مقابل، وإلى غير ذلك من الأمور. اللي مؤسف جدا، اللي مؤسف هو أن هذه المرأة هذه اللي كتحمل، إلا جينا نشوفوا الدرجة أو القيمة ديال ما تقوم به من التزامات أو واجبات تجاه الأطفال ديالها، وما أعطي لها من الناحية القانونية ما كيناش علاقة، ما كيناش علاقة نهائيا. يعني على الأقل الولاية الشرعية خص يدخل المشرع بواحد السرعة باش ترجع ديال الأبوين، يعني الأم والأب. واحد المسألة أخرى هو أنه كاينه واحد تدابير وقائية وواحد الأحكام إضافية اللي ممكن تكون في بعض الأحكام الجنائية أو الجنحية، أنهم يحرموا الأب من السلطة الأبوية، لا يتم تفعيلها. يعني يكون أب سكير، يعطي القدوة السيئة، يهجر أطفاله، عنده إهمال الأسرة، ما تيجيش، ما تيشوفش وليداته بسنين، وما تنفقش عليهم بسنوات عديدة، ولكن رغم ذلك عنده السلطة الأبوية. وكاين الاغتصاب
الانتصاب ديال الاباء الاطفال وما تحرموش من السلطه الابويه. هادي خاصها اوتوماتيكمون يدخل فيها المشرع في القانون الجنائي، خاصها تكون اجباريه اسقاط السلطه الابويه في حاله هاتك عرض ديال الاطفال او الاغتصاب ديال بعض الاباء البنات ديالهم. خاص يكون اسقاط السلطه الابويه بشكل اجباري ولصيق بالحكم القاضي بالعقوبه او القاضي بالادانه ان صح التعبير. دونك هذه بعض المآسي القانونيه، وعندنا مآسي قضائيه يعني حتى الاحكام لا تكون رائده، وهذه كلها امور اللي ان يعني ان سلطنا عليها الضوء تستوجب منا كحقوقيات وكجمعيات إعادة النظر في طرق العمل. لا سيما وحنا كنتحدثوا عن الرقمنة وتنتحدثوا عن العنف الإلكتروني أو الرقمي، يعني ولات عندنا معارك جديدة، ولا بد من استحداث الآليات لمجابهة مثل هذه الظواهر الجديدة. وكذلك حتى مسألة ديال التعليق على الأحكام والتعليق على القوانين، حان الوقت باش يكون عندنا واحد العمل اللي مبني على هذه المساله ديال التعاليق. يعني الحكم اللي تيكون مسيء، وحنا مروا كثير من الاحكام ومرت مرور الكرام مع انها كان خصها دير ضجه، وانا ماشي كنعيب على هذه الحلقه بعدا راه غنتسبوا فيها. المهم هو راه العنف غادي يتمر لانه لا عرفوا كيف كيجي واحد. لا شوفي، ملي كيجيك رد فعل اللي فيه مثلا واحد تعيرك ما قاريش اولا عنده واحد مستوى معين، كتقولي معذور. داكشي اللي كيتوفر عليه راه الخطير هو انه كاينه ناس اللي مفروض انها كتستغل الحراك النسائي وكتستغل كلامنا باش كتوصل فين بغات، وبالتالي هي العقليه ديالها كونتر داكشي اللي كتقول، وهذا هو اللي خطير. باركه ما يبقاو يستغلوا النساء باش يوصلوا فين بغاو، او اللي يستغلوا القضيه النسائيه باسلوب انتهازي. انا تنقول اليوم المعركه خصها تكون عندنا مع الناس اللي كيتواجدوا في السلطه، لان الناس اللي كيتواجدوا في السلطه هما اللي ما بغاوش الاراده السياسيه حقيقيه توفر بكل ما تتطلبه من اليات ومن اجراءات لمجابهه ظاهره العنف ضد النساء. اما هو المجتمع راه القانون يقدر يغير فيه، لان القانون كيف ما كان الحل واخا تكون هو كتبدا تصغار بشويه بشويه ملي كيدخلوا وسائل اخرى واليات اخرى بحال الاعلام بحال المدارس اللي كيبداو يعرفوا بالقانون واهميه احترامه. الناس منين كتفرض عليها، حنا غادي في الازمه ديال كورونا تعلمنا نغسلوا يدينا بزاف، هذا راه هو قانون واخا ما مكتوبش. تعلمنا نديروا احتياطات ديالنا، تعلمنا نردوا البال ماشي حدا، ما بقيناش كنعطسوا. حتى اللي بغى يعطس كيعرف كيفاش. ها الناس كتربى ماشي ما كترباش، لان المجتمع الا كانت شي اراده سياسيه وكانت واحد الرغبه حقيقيه راه الناس غادي تتاقلم وغادي تقبل كما قبلتها مجتمعات مجاوره. اسبانيا في عهد قريب كان العنف ضد النساء موصل واحد الدرجه خطيره، ولكن تمكنوا انهم يوصلوا المجتمع بالقانون، انهم يوصلوا المجتمع انه يحترم النساء ويحترم المراه كيف ما كان شكلها، كيف ما كان لباسها، كيف ما كان حديثها، كيف ما كانت اختياراتها لا دينيه ولا ايديولوجيه ولا غير ذلك من الاختيارات، ولا المجتمع تيتاقلم مع القانون. احنا اليوم عندنا قانون ما بغى ما 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 عندنا قانون، ولكن ما عندناش اراده لتطبيق هذا القانون تطبيق عادل. عندنا مؤسسات بخطاب حداثي ولكن دون اراده سياسيه حقيقيه للحد من ظاهره العنف ضد النساء. هاد السكيزوفرينيا اللي كنعيشوا فيها حان الوقت باش يتحركوا النساء اليوم، او على الاقل ماشي النساء حتى الرجال اللي مآمنين بالقضيه بشكل حقيقي، باش نخوضوا معارك بآليات جديدة. اليوم خاصنا نفكروا بأن الأهداف تستوجب آليات جديدة، يعني ما خصناش نبقاو نشتغلوا بنفس الآليات الكلاسيكية اللي تعودنا عليها، لأنها هي النتيجة حنا كنتعايشوا معها. وربما عطيتي نتج أستاذة مريم ديال الجارة الإسبانية، اللي ربما وصلوا الناس لأنه ما يمكنش يتجرأ الرجل على مضايقة المرأة في الشارع، هو وياها كيتقاسموا هذا الفضاء المشترك بكامل الاحترام والتقدير، حتى انه ربما من المغاربه اللي كيمشيو لاسبانيا او اللي كيمشيو بعض الدول الاوروبيه يستغربون من 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 يعني من من الطريقه باش كيتعاملوا الناس مع بعضهم في الشارع بقمه الاحترام. نمشيو نعيشوا الحريه في الدول الاخرى، كنمشيو نحسوا بالحريه في الدول الاخرى. ما تقدر حتى شي حد يتقرب لك ولا يدوي معك ولا يديرونجيك ولا يبرزطك، عكس للاسف مجتمعنا اللي مازال خاصنا بزاف ديال الحوايج. غادي نرجع عندك استاذه سعاد.
نقاشنا اليوم ربما وكان لسنوات من قبل وغيستمر كنقاش وغنبقاو ديما كتناقشوا عليه. كاينه مكتسبات ماشي ما كايناش، ولكن شنو هو المسار اللي غدا ليه المراه؟ ربما اليوم احنا الصوره اللي كتظهر كاين النساء منتفضات حقوقيات مستقلات الى غير ذلك وسائل الامور في حياتهم، ولكن راه ايضا ما وراء الصوره راه كنشوفوا نساء اللي كيعانيوا. ويمكن هذيك المراه المستقله اللي انت بالنسبه لك في الواجهه الاجتماعيه كتبان مستقله قد تعاني ولكن في صمت، ربما تفتقر للجراه او للقدره على اتخاذ القرار. المشهد الواقعي كيبين وانه رغم جميع المكتسبات ما زالت المراه مضطهده في حقوقها. احنا دائما نعيش الهوى ما بين الواقع وما بين النصوص القانونيه وما بين، وانا كنسميها دائما ويمكن غنسبقوا ناقشناها، الازمه الثلاثيه التي يعيشها المغربي. هي ازمه ما بين القول في واد، الفهم في واد، والفكر في واد اخر. بصح انا مع الاستاذه مريم ان ما كايناش اراده سياسيه حقيقيه اللي تعتبر بان العنف ضد النساء هو شان عام. وخير دليل على ذلك هو مثلا ملي كناخذوا الدراسات اللي دارتها الجمعيات وهذا كنقولوا هذه الجمعيات زادت فيها الى غير ذلك. انا غنعطي دراسه رسميه علما ان مؤخرا مكتب الامم المتحده المغرب دار دراسه بشراكة مع 19 جمعية عبر التراب المغربي، واللي جات هي والإحصائيات الرسمية اللي قامت بها المندوبية السامية للتخطيط نفسها، أكثر من نصف النساء هن، ومني كنقول أكثر من نصف النساء معنى فيهم اللي في مراتب عليا في مسؤوليات عليا من ضحايا عنف، إما عنف جسدي أو عنف نفسي أو عنف جنسي أو عنف اقتصادي. بالعكس ماشي كيحرمها ولكن كيستولي على الأملاك ديالها وكيستولي على الراتب ديالها، والسياقات أو الفضاءات هي متعددة. بغينا ولا كرهنا باقي الفضاء الزوجي والعائلي كيتعتبر هو النسبة العالية، يعني سواء كان من طرف الزوج أو من طرف الأفراد العائلة، الأخ، الأب، العم، الخال. ثم كاين في الفضاء المهني واللي كاين نوع من تدعيم القانون. دعم القانون هي الأستاذة تكلمت على النصوص. أنا من الناس اللي كيقولوا بأن ما عندناش أزمة نصوص، عندنا أزمة تطبيق، ولكن عندنا أزمة نصوص في قراءة النصوص. بالنسبة لي النص القانوني اللي لا يحتكم إلى الجملة الدينامو، الجملة الدينامو اللي كتكون واضحة، احنا عندنا بزاف المضاف والمضاف اليه والبدل والنعت، وهذاك المضاف والمضاف اليه والنعت والبدل والحال، كل واحد فينا كيقدر يقرا بطريقته. باقي احنا في القرن 21 والاستاذه راه غتاكدها، باقي كنعتمدوا على ابن التحفه. ما فيها باس نعتمدوا على ناس قدموا الكثير. انا ما كنفهمش القضاه علاش كيعتمدوا على ابن التحفه وما ما كيعتمدوش على ابن عرضون، علما ان ابن عرضون في القرن الثالث كان اجرا من اشطر حقوقي في 2021. عندنا مشكل ديال بصح المجتمع كيتربى ولكن راه ما غيربيش غير التوعيه، ولا هي جزء توعيه التعليم، التعليم او التربيه يمكن نعتقل جاي المستقبلي. الان خصنا قانون صارم، خصنا تطبيق القانون بشكل صارم. يمكن الاستاذه تكلمات على التجربه ديال اللي فيها شويه الخوف، كنخافوا على راسنا، خفنا على صحتنا، ولينا نغسلوا يدينا، ولا انا غنمشي للقانون. شكون اللي كان فينا هذه سنوات كيدير الصمته؟ شكون اللي كان فينا هذه سنوات ما كيوقفش كيوقف على البيطون؟ كان كل شيء كيفاش ندير الصمته. نهار اللي بدات كتنزل الدعائر الماليه بنادم ولات عنده الفاكس كيطلع وكيدير الصمته. بمعنى اننا نحتاج الى قانون ونحتاج الى قضاة تحيد شويه ديك السلطه التقديريه للقاضي. لا كاين كيفاش نوصل للسلطه، كيفاش نحيط بالملف، نحيط بالملف
عندي أخصائية نفسية، علاش ما كان علاش ما كان علاش نستأنس فقط بالتقرير ديالهم؟ المساعدة الاجتماعية معطية لها سلطة قوية داخل القانون، التقرير ديالها ما كيتخاد بعين الاعتبار. يلاه نستأنس. عندنا تخصصات متى سنفعلها؟ وحنا كنقولوا ان المكسب الحقيقي هو الرصيد الحقيقي ديال اي بلد، هو الرصيد البشري. حنا هذا الرصيد البشري كندفنوه. كاينه مساله اخرى، انا كنسمع بزاف المكتسبات، ويمكن سكينه كتعرفيني هذه واحد المده ديال 30 سنه وانا في الحقل النسائي. المكتسبات هناك تراجع، لان ملي كيصدر لي انا عن المجلس الاعلى للقضاء اجتهاد فيه تسقط حضانتها ان لم تكن في حيازتك، لا يكون في الحيازه الا الشيء. معنى اعلى هذا خطا مقصود ولا غير مقصود كيتسمى خطا. كاين مساله مثلا في الطلاق، راه ما كايناش شي مراه اللي ممكن تلجا للشقاق الا ما كانت شكلت العصا من جميع النواحي. باي حق يسقط يسقط قانون ملي كنبغيو نطالبوا بشي متعه المتعه قانون، وهذا تيقول لك لا خصنا تا نراعيو. علاش تراعات في هذه الاجتهادات ديال تحيد لها المتعه ديالها؟ راه كاينين النساء اللي كتاكل العصا الصباح وعشيه، كتربط في بيت، كتحرم من خدمتها، واخا تكون خدامه ما كيخليهاش تمشي لخدمتها، ما كيخليهاش تشوف ولادها. في الكونفينمون انا اكثر حاله يمكن كانت محاوله القتل، يمكن كانت بزاف الحوايج، ولكن ملي كتولي ام كيعيطوا ليها ولادها خوفا من الضرب والهبيله، وما كيسلموش عليها، وكيدوزوا كيقولوا تفو لان شد عليهم الصمت، حتى كيخرج عاد كيتلاحوا كيبداو يبكيو كيقولوا لا سمحي لنا، لا هما ولا هي غتسالي بتسطيع. ستضطر انها تدير طلاق الشقاق، ولكن فين غتمشي؟ لا كانت كتشد السميك ولا لا كانت، سورتو اننا عندنا نساء كثار بنسبه اكثر من 50% تعيل الاسره ولكن تنتمي الى القطاع الغير المهيكل. فين غتمشي؟ للشارع. وغتحرم من حقها في المتعه لا لشيء، لان هي اللي دارت دعوه الشقاق. وربما يعني استاذه سعاد هذه الاشاره اللي قلتي انها كتحرم من حق هذه المتعه وكتحرم من حقها في اعاده التجربه، يعني في حاله اذا ما بغات هذه السيده تعاود تزوج وتعاود حياتها قد تحرم من ابنائها، لانه القانون يسقط الحضانه على المراه المطلقه اذا عادت فكره الزواج. هذه المراه تبقى مقهوره بجميع الاحوال. انا غنتكلم على السكيزوفرينيا في القانون. ملي كناخذ الحضانه هي حق للمراه، ولا تنزلت عليها ديال كياخذها الزوج كياخذها الاب، الحضانه ما كتسقط على المراه حتى يدير الطفل 7 سنين الا بغات تبدل الا بغات تعاود حياتها، بحكم ان ديك 7 سنين، وهذا اكبر خطا، لان الطفل او الطفله يحتاج الاثنين، ما كيحتاجش الام بوحدها. يمكن يكون راضيع يحتاج البزوله، ولكن بمجرد ما كيتفطم كيحتاجهم بجوج باش يكون عنده ليكيليبر بسيكولوجيك. فعلاش مثلا في حاله الطفل اللي في وضعيه اعاقه كتسقطش الحضانه؟ الهم ديال المراه، الهم ديال المراه ما عنده ما يدير به معاق. بمعنى ان هاد السكيزوفرينيا ما بقاتش فقط عند المجتمع، ولات عند تف النصوص القوانين النصوص القانونيه، علما ان النص القانوني من المفترض انه يتعامل مع الرجل والمراه على حد سواء، ويضمن المصلحه الفضلى للاطفال سواء على حسب المراه ولا على حسب الرجل. انا مع تفعيل نفقه المراه على ابنائها اذا كانت موسره، علاش ما كنفعلوهاش؟ راه ملي كنكونوا حقوقيين نطالب بالمساواه الكليه والشامله باش نضمنوا المجتمع يكون مقاد، باش يكون المجتمع المقاد ما تعطينيش فقط شويه. المكتسبات اللي كتكلمي عليها كاين تراجعات،
كاين تراجعات متعدده، راه كاين قوانين مازال ما كنتكلموش عليها. غنعطي مثال بسيط، في الانتخابات وحنا في على مقربه منهم، علاش المراه لا يسمح لها بولايتين وعلاش الرجل مفتوح الولايات؟ وهذه حق بمعنى ان باش تكون اراده سياسيه خصنا نخرجوا والتراتبيه في القانون واضحه، كاين الدستور كاين المواثيق الدوليه. نعم. هذه المواثيق الدوليه عاد النصوص التشريعيه الاخرى خصها تطبق خصها تفعل. المساله الاخرى واللي دايرها ساميه على القوانين التشريعيه راه هو الدستور ماشي انا، اولا الحقوقيه راه الدستور. بمعنى اننا الا بغينا نرجعوا المجتمع سوي متزن خصنا نتعاملوا مع المراه والرجل على قدم المساواه. الا بغينا نضمنوا التنميه الحقيقيه ونعتبروا ان العنف هو شان عام خص تدخل فيه ماشي وزاره، كافه القطاعات الحكوميه وكافه الجماعات الحكوميه. نعم لالا سعاد، لانه ما بقاش معنا الوقت كثير، بقى معنا تقريبا 5 ديال الدقائق. في اطار هذا الشيء اللي تكلمنا عليه كامل، واش كيظهر لك بانه مبدا المناصفه اللي اليوم كنتكلموا عليه واللي اليوم كنروجوا له واللي اليوم ربما كاين الشغال عليه بشكل اوسع، هو نقاش لمده طويله جدا، انه الامور يعني مبدا المناصفه خصو يكون حاضر خصو يكون بارز، الى غير ذلك هذا العام كاين التركيز على المبدا ربما بصوره او باخرى من خلال الوصلات الاشاريه ومن خلال النقاش النسائي. واش ظل الظروف الحاليه يمكن لنا نتكلموا على امكانيه تحقيق المناصفه ما بين الرجل والمراه؟ راه خصها تتحقق، لان راه فايتين المناصفه في قطاعات معينه. راه ما فهمتش انا، كنجيو حتى لهذا الشيء وعاد كنقولوا المناصفه، راه نديروا احصائيات حقيقيه. راه اعلى مراتب في الامتحانات في الجامعه وفي الماستر وفي الدكتوراه عند النساء. راه اخر ما ممكن نتكلموا عليه هو الامتحانات اللي كانت دابا ديال التعليم، راه اللي جابوا النقاط مرتفعه هم النساء. بمعنى عطيو الكفاءة ولكن ما تبقاوش نكيلو بمكيالين للمرأة. مبدأ المناصفة خصو يطبق كما طبق قانون السير، لا عند الأحزاب ولا عند النقابات ولا في الجماعات ولا في الانتخابات التشريعية إلا بغينا نخرجوا من المجتمع معنق الزجاجة. نعم لالا سعاد، للأسف النقاش بزاف ولكن الوقت السلام مباشرة، شنو يمكن لك تقولي في هذه المناسبة؟ نعم ما سمعتش السؤال. شنو هي الرسالة المباشرة اللي يمكن لك تقدمها من خلال هذا النقاش لالا سعاد؟ أنا كنقولها اللي كيبغي المغرب، الله يرحم لك الله يرحم لهم الوالدين، اللي كيبغي المغرب واللي كيبغي راسه. لأن إلا كان بغي راسي غنبغي مجتمع مقاد، ومني كنقول مجتمع مقاد كنقول أني خصني ندير ما في وسعي باش نرجعوا للقيم الإنسانية باش نقدروا نبنيو وطننا للمستقبل. راه العنف ما كيصيبش فقط هذيك الضحية، راه يصيب الضحية وأسرتها والمجتمع والميزانية والدولة وكل واحد كيتقاس بطريقة أو بأخرى. بمعنى إلا كنا كنقولوا حب الوطن وحب كنبغي راسي وكنبغي وطني وكنبغي ولادي، خصني نحرص على أن المجتمع يكون شوية مقاد، وما ممكن يتقاد إلا بالمساواة والكرامة والعدالة الاجتماعية. الله يعطيك الصحة. لالا مريم، ختاما شنو هي الرسالة المباشرة اللي يمكن لك تقولي لنا؟ أنا عندي واحد الرسالة وغنوجهها للرجال. نقول أي راجل كيحس براسو راجل أن الامتيازات ديالك داخل المجتمع هي التي تصنعها بيدك. الامتيازات الذكورية ليست لها أي قيمة، وتمسكك بها من أجل ممارسة العنف هو سبة في حق الرجولة وسبة في حق هذا الوطن. إلا كنا كما قالت الأستاذة كنبغيو هذه البلاد، كي خاصنا نكونوا على واحد نفس القدر من 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 الحب لهذا البلد، خاصنا نكونوا كنحصدوا امتيازات بمجهودنا، وخاصنا نقوموا بالالتزامات تجاه الوطن وتجاه افراد المجتمع بما يعطي السمعه ديال بلادك واحد القيمه امام المجتمعات الاخرى. وكفانا من تأتيت المشاهد السياسيه بالنساء لكتابة التقارير كنقولوا فيها احنا تقدمين. خاصنا نؤمن بالواقع ديالنا، الواقع لا زال فيه ما يستوجب النضال، وعلينا العودة إلى النضال بآليات جديدة.
شكرا جزيلا لكم ضيفتي الكريمات، كان نقاش ممتع برفقتكم، شكرا لكم جزيلا. طبعا الحكا تقدم الشكر الجزيل للاستاذه مريم جمال الادريسي محاميه وفاعله حقوقيه، الاستاذه سعاد الطوسي عضو جمعيه تحديد المساواه والمواطنه، شكرا على المشاركه الطيبه. ختاما المشاهدين الكرام، ليقيننا بانه مجتمعنا اكيد في يوم من الايام غيوصل لمستوى متقدم من الوعي ومن المساواه ومن المناصفه ايضا، كنحملوا شعار واحد انه المراه الحقوقيه هي ماشي مراه متسلطه او هدفها سلب الرجل امكاناته ومكتسباته، بالعكس المراه تكمل الرجل والرجل يكمل المراه، ولكن كل امراه اكتسبت مبدا حقوقي وشافت نساء في هذا المجتمع كيتكرفسوا قدام عينيها الا وغتكون عندها نبره تفاعليه قد تكون حاده وقد تكون شرسه تجاه المبدا الذكوري. عندما نناقش هذه القضايا ليس الغرض أننا نواجه الرجل أو نتحدى الرجل، لأنه عمرنا ما غنكونوا في مواجهة مباشرة مع الرجل، إحنا كنكملوا بعضياتنا، ولكن إن اقتضى الحال أن نكون أكثر شراسة للتصدي للفكر الذكوري سواء حملته امرأة أو حمله رجل، فلكم أن تنعتونا بما تريدون، لن يمسنا ذلك بضر. الأساسي هو أنه تحدي واحد وتضامن واحد من أجل مجتمع متكامل، أسرة متكاملة، وباش يمكن تكون أسرة صحية وتكون متكاملة خصنا رجل بمقومات الرجولة وامرأة بمقومات الأنوثة تكفل للطرفين الاحترام الكرامة والتقدير والتعايش في وسط مجتمع يجمعنا جميعا. شكرا لكم أوفيانا الكرام، أعود وألقاكم الأسبوع المقبل بإذن الله في موضوع جديد ونقاش جديد وبرنامجكم الواقع هو هذا. تنبغي نشكر أيضا هشام أبو زروال اللي رافقنا اليوم في الإخراج والإشراف التقني. شكرا لكم أوفيانا الكرام، عمتم مساء، إلى اللقاء.